السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج ويش يقول. عن نفسي واجد ناس تنمروا علي الكترونيا، يعني شوي نضحككم وشوي نونسكم وشوي نسوي لكم جو، بس في ناس يغلطون وسبون، وفي واحدة كاتبة لي الخبيث بس ويش نسوي، كل شي تمام. وهذه الحلقة الأخيرة من برنامج ويش يقول، وبنرتاح وبترتاحون كم شهر وبنرد نرجع لكم. وسؤال حلقتنا اليوم، يعني ويش تنمر؟ تنمر ايه؟ يعني الناس يتنمرون عن الشخص الثاني، يعني شخص يتنمر على الشخص الثاني، يعني يسوي روحه قوي. شفت يعني صارتك مرة أحد يتنمر عليك؟ لا والله. شفت أحد يتنمروا عليه؟ اي وايد في المدرسة. كله في المدرسة؟ اي والله. وايش توجه لهم كلمة؟ ولا توجه حق الناس اللي يتنمرون، إذا مثلا يعني معصبين على الناس يردون حق بعض، يعني مثل إحنا ناس عن الدين، شو اسمه؟ والله نسيته، بس يعني ما بي أحد يتنمر على الشخص الثاني، هذا يسبب مشاكل. اي والله يسبب مشاكل. تنمر عادة سيئة توالد عند الشخص، سواء صغير كبير، تتولد وياه من الصغر للكبر. طبعا عادة سيئة، مو عادة حسنة التنمر. هذه عادة يمكن إذا سواها على طرف ثاني أو شخص لشخص يمكن يأثر على حالته النفسية بعد. صح، لأن أنت تقول كلام ما تقدر أفعالك، يعني الشخص الثاني يجي تتنمر على شخص أو تبدي تصرف يعني سيء على شخص ثاني، يمكن ما يكلمك في نفس الوقت، بس ده يولد حالة نفسية، يولد مشاكل، وأنت بالفعل اللي أنت سويته كنت تسبب لمشاكل للأشخاص الثانيين. نمروا عليك من قبل؟ ما شاء الله، هذا أول واحد هو. واجهت مثل هالأمور أو شفتها يعني ناس يتنمرون عليهم؟ عندي حتى ولدي في الصغير في البيت، إذا أنت تعلمه على طبع معين وأي شيء يبغيب عن طريق التنمر يحصله، هذا أنت تولد فيه العادة. لكن إذا أنت علمته من يوم هو صغير، علمته أن هذا خطأ، راح تتولد عند الحالة الصحيحة. وإيش تقول لهم كلمة إلى المتنمرين؟ راجعوا تصرفاتكم، تعلموا من أخطائكم، والتعلم يعني من الخطأ بالعكس شيء جيد. تنمر؟ تنمر هو مثلا في المدرسة، بعطيك مثال على التنمر، مجموعة طلاب يتنمرون على طالب، يعني في طالب يكون قاعد مسكين بحاله وهما يروحون يتنقرشون فيه، يسحبون الكرسي مثلا أو يطيحونه يطقونه، هاي مثلا حالة من حالات التنمر تصير في المدرسة. يعني شفت حالة أو شفت مرة واحد تنمروا عليه؟ هي في المدرسة، أيام المدرسة يعني قبل. يعني اغلب شيء تصير في المدرسه هاي اللي شفتها حاليا في مجتمعنا في البحرين، ما قد مره شفت في المجمعات او الاماكن العامه. يعني الحمد لله وضعنا في السليم، يعني اذا بس هذه في المدرسه يعني هذيل جهال، يعني مو وضعنا سليم 100%. ممكن تصير حالات تنمر، اسمع عنها بس انا ما قد مره شفتها في عيوني، فاهم علي؟ بما انكم زعليني هالمره، لا ابغى منكم لا لايكات ولا سبسكرايب، ولا تنشرون المقطع في كل مكان. بعد التنمر هي طبعا المفروض انها ظاهرة موجودة عند الاطفال، هي تحس ان تصرفاتهم بدت شوي عصبية فيهم عدم مبالاة الى الابو او الام، وعدم استماع كلام الام والابو اليهم. فبس هاي اللي اعرفه عن التنمر. يعني في ناس يقولون ان التنمر يصير حتى للكبار، يعني يصير ان ناس كبار يتنمرون على ناس كبار، وصح ان في اطفال تنمرون على أطفال غيره. وإيش تحس هذا الشيء التنمر؟ يعني هو طبعا إذا ظاهرة موجودة عند الكبار فهي ظاهرة أخلاقية بحد ذاتها، يعني إذا تحس أن واحد كبير عاقل فاهم قاعد مثلا يتنمر على مثلا أبوه، والله أبوه أو أخوه الكبير أو أمه، فهي ظاهرة أخلاقية، النهاية عنده مشكلة في الأخلاق، يعني مو عارف أنها من أمه وأبوه. يعني التنمر هو الشكوى، الشكوى الدائمة، يعني كذي تقدر. هذا تنمر. تنمر يعني مثلا إذا طفل يتنمر على طفل، يعني يشوفه ضعيف مثلا. تنمر يكون بسبب نفسية، زين، مو شو اسمه تدمر، يكون يعني عادي ان البني آدم شو اسمه. تنمر هو بسبب حالة نفسية او شيء، او يعني حالة أخلاقية مثلا. حالة أخلاقية، يعني تشوف تقول بني آدم متنمر دائما واجد الشك شدي، يعني هذا. أينكم أيها المتنمرون؟ التنمر هي فرض شخصية على شخصية، ربما تكون شخصية ضعيفة يستغلها شخص آخر، حاب يفرض شخصيته على الشخصية الثانية، ربما بسبب
نقص في الشخصية الأولى اللي هي متنمر على المتنمر عليه. يعني زين علي، صارك مرة أحد تنمر عليه؟ الحمد لله يعني في حياتي ما صار. شكلك شيطان. لا مو شيطان، بس كنت فارض شخصيتي خصوصا في الصف، يعني أيام الدراسة لازم الواحد يفرض شخصيته، فما حصلت يعني تنمر. الحمد لله ما تنمرت على أحد، يمكن ربما يعني صارت مشاكل كذي بصف. شفت، لكن شفت ناس يعني تنمروا عليه كثير كثير واجد يعني. وايش تقول للمتنمرين؟ أقول لهم يعني يحاسبون لشخصيات غيرهم، ترى في ناس نفسياتهم ضعيفة، احتمال يأثر عليهم في المستقبل، يكون انهدام إلى شخصيته بشكل كامل ويصير ما عنده تواجد في المجتمع. يعني أقول لهم حاسبوا لغيركم. والله التنمر يعني هي صفة كلش مو زينة. التنمر على أشخاص، على مجموعات مثلا، فهذه الصفة كلش طلعت حديثة عندنا، ما كانت موجودة. صادتك مرة يعني سالفة تنمر كذي؟ الحمد لله الحين ما صار. شفت أحد تنمر عليه؟ قريت في شو اسمه وسائل التواصل الاجتماعي والجرايد، وشوف عن صارت عندنا في المجتمع البحريني، يعني صفة دخيلة علينا ما كانت موجودة من قبل. وش توجه رسالة للمتنمرين؟ يعني ما يستفيد شيء المتنمر، ما يستفيد أي شيء. فنصيحة إن ما شو اسمه يعني هذه الأشياء يبتعد عنها. التنمر هي حالة يعني عند الأطفال تصير، ربما حتى عند الكبار، وهي يعني وش أقول، نقدر نقول إنه الاستعلاء على الآخر، الاستقواء عليه بأسلوب وش اسمه يعني بأسلوب الفضل، يعني مو أسلوب صحيح. يعني هذه حالة غير أخلاقية. صحيح. واجهت مثل هذه الأمور يعني؟ يعني شفنا من قبل حالة فيها تنمر. وش توجه كلمة إلى المتنمرين نفسهم؟ يعني المتنمرين هم يحتاجون إلى يعني إعادة تربية أو إلى تصحيح في تربيتهم، يعني يحتاجون نوع خاص من التربية. التنمر ظاهرة غير مرغوبة في كل المجتمعات، وإحنا نرفض كل أنواع وأشكال التنمر. اكتبوا لنا في التعليقات يعني وش تنمر، وش توجهون كلام للمتنمرين. السالفة وما فيها إن هي تنمر، يمكن عدم الاحترام للشخص الثاني، والله الطرف الثاني من الصغار، كيفية عقل الصغير نفسه. هذا يعني غير حالة غير أخلاقية. هو أكيد غير أخلاقي، هو يعتمد أكثر شيء على العائلة نفسها. وقت ما تربي ولدك صح من الصغر بيعطيك إنتاجيته هو على راحته. صارتك مرة يعني شفتها مثل هذه العينات؟ يعني شفتها، هي العينات شفتها وايد ترى، مو شيء بسيط، بس في بعض العوائل يعرفون شلون ينتقون لأولادهم التربية الصح، يعني يعلمونهم إن هذا الشيء اللي أنت قاعد تسويه غلط طريقة حلوة عشان لا يعيدها مرة ثانية ويصير سيئات أزد من اللي قبل. يعني وايش تقول كلام للمتنمرين؟ أقول لهم فكروا قبل أنت تنطق بشيء، افهم وش معناته من الصغار والكبار. تنمر إنه واحد يشوف روحه على الآخرين وعاديهم، يعني هذه الحالة تصيد الأطفال بس لو حتى الكبار؟ يعني وغلبية على حسب علمي الأطفال، يمكن الكبار بعد بعضهم ضعيفين الشخصية، في ناس تنمروا عليهم خاصة إذا ما في يعني ثقافة في المجتمع. شفت هذه الحالة يعني صادتك من قبل؟ أنا شخصيا لا، بس يعني في أشخاص كنا نعرفهم صادهم. يعني وإيش توجه كلمة للمتنمرين؟ يعني هاي أخلاق سيئة تؤدي ل يعني ضرر في المجتمع، الأشخاص تجيهم أزمات نفسية صحية، شيء غير لائق، يعني شيء سيء. الله يهدينا ويهدي الجميع، وإن شاء الله ما حد يتنمر على أحد، ولازم كلنا نواجه هالصفة العدوانية. ومثل ما قلت لكم، زعلان منكم ولا أحد يسوي لايك ولا شير ولا سبسكرايب.